ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاءني عرض من إحدى الشركات التي تسير الأقمار، ولكن مضطر الاشتغال فيها، يعني هو مضطر إنه يشتغل فيها في هذه الشركة بحكم أنها تؤمن لي متابعة دراستي. فهل يجوز لي يعني أن أعمل في هذا وأن أتابع الدراسة من خلال هذا العمل شيخي الكريم؟ أقول للسائل الكريم: ماذا يصنع في عمله؟ متابعة أقمار، فبالتالي قنوات متعلقة بالأفلام والرقص والغناء وما إلى ذلك، أم أنها أمر بعيد عن هذا الجانب يعمل؟ لكن أنا أقوم بمراقبة هذا وأكتب تقرير وما إلى ذلك، ويترتب على هذا العمل أو على عمل هذا الأمر الأكبر، فأقول له ابعد واترك العمل فورا. نعم، جزاك الله خيرا شيخي كريم.